هي عن جد أخبار حلوة. مجرد ما توفي أمي ولكشمي بالشرط أنا رح أرجع معك بابا على البيت فورا. طيب بس شو هو بالأول شرطك؟ ما قلت لنا شرطي بابا هو أنا رح أرجع معك على بيت أوبيروي، بس مو لحالي، أنا بدي أرجع لهنيك مع لاكشمي. لاكشمي لازم تيجي معي وأمي لازم تقبل بقراري هذا. ممتاز، ريشي ضرب ضربة معلم. صح ريشي، شو عم تحكي؟ هذا الشيء ما رح يصير أبدا، أمك ما رح تتقبل الموضوع نهائيا ولا أنا. طيب كمان. تمام، لكان ما رح روح ورح ضلني ريشي هون. ريشي لا تكون عنيد كتير. أنا ابن أمي، العناد بدمي. لا بقى تحكي حكي فاضي، بترجاك اسمعني وارجع. كيف رح تضل هون؟ شوف هالمكان كيف رح تعيش بهالفقر؟ ما في منافع هون ولا في شي تعاد عليه، حتى ما في مكان تنام فيه. ما بدي اي منافع ولا فرش ماشي، ما بدي شي، بدي بس راحتي وراحة بالي، بدي يكون مبسوط. سعادتي انتي لاكشمي، ما بلاقي السلام الداخلي وراحة بالي غير لما بتكوني معي. بابا انت قلي انا غلطان شي برايك؟ انه قراري او هذا الشرط يلي حطيته غلط شي؟ ابدا انت معك حق. بابا بترجاك خليه يفهم انه اللي عمله غلط. اسمعيني يا بنتي، الشرط اللي حطه ريشي له مبرراته، رح تستفيدي انت منه والعيلة كلياتها. لا ريشي بترجاك اسمعني، بترجاك تروح لعند امك، بدك يعني يكون مبسوطة صح؟ رح كون مبسوطة أنا إذا رجعت لعند أمك وسمعت كلامك. بترجاك ارجع كرمال سعادتي، معقول ما فيك تعمل شيء؟ لاكشمي أنا عندي القدرة ضحي بحياتي مشان سعادتك، لو سمحتي فكري بسعادتي أنا ولو مرة. شو مشان سعادتي أنا؟ بترجاك فكري بالموضوع لمرة واحدة، لأني إذا رحت على هداك البيت مرة تانية ما رح أقدر أرجع لك أبداً لاكشمي ماشي؟ إذا نحن لبعض أكيد رح نكون مع بعض، لا أنا ولا أنت فينا نغير هالشي. بترجاك لو سمحت كرمال يرجع على البيت، ريشي ما عم تقبل تأكل، أكيد بتكون جوعانة. لو سمحت ترجع على البيت، إذا صار لشي ما رح سامح حالي وأنت ما رح تقدر تسامح حالك كمان. مجرد ما يرجع ريشي كل شي رح يكون منظم، كل مشاكل نيلام رح تختفي ورح تستقر حياتك ونفرح فيكي انتي وريشي كمان. ايه كتير متحمسة بنتي، بس انتي متأكدة؟ متأكدة 100% امي انه ريشي رح يرجع على البيت، بس عندي شعور انه ريشي رح يقول ويطلب شي. مثل شو؟ سونال شو يلي عم تقولي؟ اذا بتعرفي شي خبرينا فيه. خالي صراحة انا ما بدي ازعجكم، بس عندي شعور انه ريشي ما رح يقبل يرجع على البيت غير اذا لاكشمي كانت معه. دائما بتقولي شغلات سلبية، كان المفروض تحكي شيء إيجابي. إذا رجعت لاكشمي على هالبيت، شو المغزى من ترك نيلام للأكل والشرب؟ أنا متأكدة إنه لاكشمي ما رح ترجع على هالبيت. تماماً، أمي معها حق، عم تحكي صح. لاكشمي ما بتقدر تجي لهون لأنه عمتي نيلام ما رح تسمح لها تدخل على هالبيت. بتمنى إنه كلامك يطلع صح، بدي ريشي يرجع، ما بدي ترجع العلاقة بين لاكشمي وريشي من جديد. بس كلنا شفنا اللي عمله ريشي، ترك كل عيلته بسبب لاكشمي، وهذا بيعني انه بده يكون مع لاكشمي ويكمل حياته معه، يعني مو سائل غير عن راحته. مشان هيك اذا رجع على البيت مين بيعرف يمكن يحط شرط انه يرجع لاكشمي؟ مين بيهمه؟ مين فارق معه؟ خلص اتركي ريشي يحكي يلي بده اياه، مو هذا الحكي يلي صار له شهور عم بيقوله؟ شو صار؟ ما صار شيء وما رح يصير شيء بالمستقبل كمان، انا عم قلك اتركيه يقول شو ما بده، لانه عمتي نيلام ما رح تقبل انه لاكشمي ترجع على هذا البيت ابدا. هاي الحقيقه وما بقى تفكري هيك. عن جد انا بتمنى هيك، بتمنى يصير الشيء اللي عم تقولي. سونال شو بكي انت؟ ليش حولتي الاخبار الحلوه لاخبار بشعه؟ شو لو تحققت افكار سونال؟ نيلام انتي منيحة؟ كيف شايفة حالك هلا؟ دايخة من الجوع؟ جبلك شي تاكلي ولا لسه معندي؟ تعرفي مالي بهالضعف كاريشما، تعرفي اني بقدر اتحمل ما اكل ولا اشرب فترة منيحة. اختي بس انتي مريضة، معك ضغط ممكن تضري حالك. لا تقلقي رح كون منيحة اطمني. نيلام كيفك؟ بصراحة انا عرفت انك حطيتي شرط لحتى يرجع ريشي على البيت، قالت لي بنتي قطعتي الأكل، أنتي عملتي هاي الخطوة الكبيرة كرمال سعادة ابنك وبنتي لتوفي بوعدك إلها صح؟ نيلام بصراحة ما كنت متوقعة أبداً إنه ماليشكا بتعني لك لهالدرجة، أنتي بتحبيها كتير لبنتي، شكراً كتير إلك. أكيد أنا بحب ماليشكا،
لأنه بتهمني سعادة ابني وسعادتها كمان. بعرف إنه ماليشكا رح تخلي ابني مبسوط بس يتزوجوا. هاي البنت اللي بيقدر ريشي يعيش مبسوط معك كل حياته. بتمنى إنه ريشي يفهم هالشي كمان نيلا. على كل حال برأيك ريشي رح يترك لاكشمي ويرجع؟ ما عندي شك بهالشي كيران. ابني رح يرجع أنا متأكدة. وبكرة بتشوفي رح ينادي أمي عند الباب وبعدها رح يجي لعندي ويعانقني كمان. رح يرجع ريشي على البيت كيران، رح يرجع لعند أمه أكيد. ماليشكا خلص لو سمحتي لا تتعبي حالك وتفكري كتير. عن جد؟ حكيتي الشغلات البشعة وبدك ياني ما فكر كتير؟ طيب انتي ليش حكيتي هالحكي الفاضي؟ ما شفتي قديش كنت مبسوطة برجعة ريشي على البيت وانه رح نتزوج؟ بس انتي ليش قلتي انه رح اجيب لاكشمي معه؟ شو عرفك انتي؟ كل الموضوع لاني بخاف عليكي وشفت القصة من كل الزوايا الممكنة لاني بعرف ريشي كيف بفكر. طيب انتي قليلي بصراحة، برأيك انا غلطانة؟ ليش راح ريشي لعند لاكشمي وليش ترك هذا البيت وامه؟ قليلي حتى يقدر يعيش مع لاكشمي صح؟ لهيك إذا رجع على هذا البيت ما بتتخيلي إنه ممكن يرجع لاكشمي معه؟ خلص بكفي سونال، خلص اسكتي، أنت عم تحكي صح، لهيك أنا خايفة، فهمتي؟ ما شفتي طلعي على وشي كنت مبسوطة صح؟ بس هلأ مبين عليكي إني مبسوطة شيء أكيد لا. ليش عم تحكي هالحكي المزاج بكل وقت؟ كلامك صح، لهيك أنا قلقانة. ما بدي تزعلي، بدي تضلي مبسوطة، بس كمان لازم تحسبي حساب كل شيء. لهالسبب أنا عم فكر بكل الاحتمالات لحتى نستعد لأي شغلة بتصير ونكون مستعدين لأسوأ الاحتمالات، حتى ما نسمح للاكشمي بالجي على هالبيت أبداً ونقطع الطريق على ريشي ولاكشمي من الأول. اسمعيني ماليشكا، أنت بتعرفي منيح أنه ما بتمنى أنزعلك سعادتك، هذا كل شيء بتمناه لإلك. بتعرفي أني تركت كل شيء وإجيت لهون بس كرمالك صح؟ ماشي؟ انتي بتعرفي اني بحبك، انا خايفة عليكي، بتعرفي هالشي صح؟ بعرف صدقيني سونال، وانا عن جد مقدرة كل شي. انا بعرف انه انتي بتحبيني كتير وما بقدر انسى كل الشغلات اللي بتعمليها كرمالي. ما بقدر انسى اي شي صدقيني، بس انا قلقانة لانه كل شي حكيتيه من شوي منطقي وممكن يصير باي لحظة. يعني ممكن ريشي يعمل هيك؟ طبعا ممكن يعمل هيك، انا متأكدة من هالحكي. يمكن ريشي يجيب لاكشمي معه على البيت لهيك. شو بدي أعمل هلأ؟ بس أنا متأكدة إنه عمتي نيلان ما رح تسمح للاكشمي إنه تجي على هذا البيت أبداً، وأنا متأكدة من كلامي. إذا ما قدرت لاكشمي تجي على هالبيت بجوز هي تاخد ريشي معها مثل ما عملت قبل. شو نسيتي شو صار؟ شو قصدك؟ لا 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 استني سونال، إذا رجع صار هيك مرة تانية، أنا قصدي كل أضراب عمتي نيلان عن الأكل والشرب وتعبه رح يروح الفاضي وما رح نكون استفدنا شيء وأنا رح أخسر. ما عندي فكرة، لهيك أنا ناطرة حالياً شو رح يصير.